بسم الله الرحمن الرحيم. أولادي الأعزاء، sinusitis. كنا اتكلمنا عن chronic sinusitis. How to treat chronic sinusitis. في conservative treatment and if it fail هيبقى surgery. conservative treatment بندي course of broad spectrum antibiotics، بنديها في العادة combinations، يعني ممكن ادي جرام بوزيتيف وجرام نيجاتيف، بدي معاها الانتي هيستامينكس ودي كونجستنت. البرود سبيكتر انتيبيوتيك ممكن احتاج، خصوصا لو هي كرونيك سينسايتس وسبوليبوزيس، ممكن احتاج ادي معاها كورتيكوسترويدز، فبتدي نتائج احسن كورتيكوسترويد. لو if medical treatment fail والسيمتومز بتاع العيان موجود، فلازم بحتاج اعمل سيرجري. سيرجيكال تريتمنت اوف كرونيك سينسايتس هو الفانكشن اندسكوبيك سينس سيرجري، باختصارها فاس، اف اي اس اس. It is a gold standard treatment for acute and chronic sinusitis. ليه بقى؟ It is more physiological and has replaced the more destructive surgeries. يعني كان في عمليات، يعني من اللي عنده مجزاية sinusitis كنا بنفتح تحت الشفة نعمل راديكال انترم، واللي عنده فرانتر كنا بنعمل عملية اسمها باي كورونال فلاب، برضو بنفتح فتحة كبيرة جدا. فيس مش كده، الفيس من خلال فتحة المناخير الطبيعية بنعمل عملية. ايه الكونسيبت اوف فيس؟ ايه الفكرة اللي قامت عليها الفيس؟ احنا قلنا في الراوند اللي فات ان كي اريا اللي هي الاوستوبيتا كومبلكس، اللي هي ميديا لاترال للميدل تيرمينت، اللي فيها فتحات المجزره والفرنتال، دي كي اريا، حته زي الطرقه او زي الصاله اللي بيفتح فيها الاوض، وان مشكله صغيره فيها مينيمال ديزيز ان ذيس اريا كان افكت الميجور ساين، والعكس ان انا لو شلت الباثولوجي اللي ان ذيس اريا، ريموفال الباثولوجي ان ذيس اريا بيحل المشكله اللي في الساينسز الكبيره. ماشي؟ طيب الفاس او الفانكشن سكوب سايز سيرجري، الخطوات بتاعه بنبدا اللي هي الانسنت بروسيس، اللي هي جزء من الانتيريور اسمايد. اول خطوه ان احنا بنشيل الانسنت دي. الخطوه اللي بعديها بفتح البوله اسمودالس، نشيل الانسنت والبوله، يبقى انا كده عملت انتيريور اسمودكتومي، اقدر اطلع فوق للفرنتال، اقدر اخش على الماكسيلاري. اوبننج اوف ذا بوله، الناتشر اوستيوم اوف ذا ماكسيلاري ساينس، بنعمله ايدنتيفيكيشن ونعمله انلارجمنت، فده بنسميه ميدل ميتال انتروستومي. الفرنتال ساينس ايدنتيفايد، واعمل فرنتال ساينس. لو في مشاكل تانية، يعني السفينويد في بروبلم، ال 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 بنكمل ونفتح السفينويد، يعني على حسب الباثولوجي. العملية دي تيلورد اكوردنج الباثولوجي، كل ما الباثولوجي بيبقى كتير العملية بتبقى أكتر، كل ما الباثولوجي بيبقى مينيمال العملية بتبقى صغيرة. ما بعملش حاجة نوت نسيسري. طيب كان في اكسترنال سيرجريز للكرونيك سينسايتس زي الكالد واللوك اوبريشن. الكالد واللوك بعمل كومبليت ريموفال اوف ذا باثولوجيك ميكوز، انا بفتح فتحة كده انترم، بفتح شباك صغير في المكزيلاري ساينس، في جنجيفوليفيال فولد، يعني تحت الجلد، بنرفع الشفه ونعمل الاوبننج ده، فبيديني اكسس جوه المكزيلاري، بشيل كل الميكوزا و ده كده الراديكال انترم. عشان كده او كالدو لوك سيرجري اتس ناو اوبسوليت فور كرونيك سينسايتس، محدش بيعمل راديكال انترم عشان كرونيك سينسايتس، لكن لها استخدامات تانية لو بتعامل مع تيومر مع فورين بادي، لكن في سينسايتس لا، غلط ان انت تقول راديكال انترم. الكونسبت دلوقتي بالمورف سيرجيك سيرجري احنا قلنا عليها الايه؟ الفاس. طيب في للفرانتل حاجه اسمها اكسترنال فرانتو اسمودكتومي او لو تروب اوبريشن، كنا بنعمل انسيجن اراوند ذا ميديال كانسس اوف ذا اي، والفلور اوف ذا فرانتال سينس بيتفتح، والباثولوجي الاكسترنال فرانتو اسمودكتومي، ونحط ستنت عشان تو، يعني الستنت دي بينزل من حواليها الديستشارج كدرين، وفي نفس الوقت بتمنع الستينوزس. طبعا دي اكسترنال فيس، فمش مش مش محببه قوي. اللي عنده فرونتال وبرده ريكالنت كنا بنعمل حاجه اسمها اوستوبلاستيك فلاب بروسيجر، كنا بنفتح في نص الراس تقريبا، وبناخد انسيجن فروم وان اير تو ذا اذر، وبنرفع كل ده اللي هي السكن والفلاب لحد بري اوستيوم، كل ده بيترفع وينزل لحد الاي براو، وبنبقى عاملين موديول بشكل فرانتال ساينس،
بنعمل سواء كان بموتور او بشيزلاند هامر، وبنفتح فتحه فوق الفرانتال ساينس وننضف الساينس من جوه، وسواء هنعمل له بليتريشن او كونجنكشن والزانوز كده، ممكن كده زي ما انتم شايفين بنفتح فوق الساينس نفسه ونعمل له بليتريشن. طيب يبقى ده اخدنا امثله للاكسترنال سيرجريز سواء كانت للفرانتال او للماكسيلاري. طب ايه الكومبليكيشنز اوف سينوسايتس بتخوفنا؟ الكومبليكيشنز اوف سينوسايتس هو عباره عن سبريد اوف انفكشن بياند البوني وول اوف ذا ساينس، عدى من الميكوزا دخل في البوني وولز. طبعا احنا جيران الساينس هو العين، فعشان كده عندي اوربيتال كومبليكيشن والبرين. الكومبليكيشنز دي بيفولو اكيوت كرونيك سينوسايتس، يعني ممكن تيجي بعد الاكيوت سينوسايتس، ممكن تيجي بعد الكرونيك سينوسايتس. في العاده بتبقى اكيوت اكسسربيشن للكرونيك سينوسايتس، يعني عنده كرونيك سينوسايتس جاله اكيوت اتاك بتظهر المود اوف سبريد. طيب الكومبليكيشنز يعني بتمشي ازاي؟ ممكن يبقى دايركت سبريد ثرو ذا وول باي اوستيايتس واوستيومايلايتس، يعني مثلا في جدار بين البرين وبين الفرونتال ساينس، اما يحصل فيه اوستيايتس او اوستيومايلايتس بقى انفلاميشن بقى انترا كيرنال اوتوماتيك. تاني حاجه في فينس سبريد، معروف الفينس ساينسيس بتاع الساينس بتروح في الاوفسالميك فين بتخش للانترا كرينيال فينس ساينسويد، فممكن يبقى ريتروجريد ثرومبوفليبايتس، ممكن تعمل منجايتس وثرومبوزس وبرين ابسس، وممكن السيبتسيميا والباي، ممكن السبريد ثرو ديفكت ان ذا بون، في ديفكت في البون زي اللي عملنا باباريسيا مثلا، ده ممكن يكون كونجنتال ديهيسنس او تروما او بعد عمليه وفي ديفكت في البون. ممكن الانفكشن يوصل البرين عن طريق البرينيورال سبريد حوالين الفاكتو نيرفز، الفاكتو نيرفز بتعدي من الكيبي فورم بليت تخش النوز، ممكن الاورجانيزم تطلع عن طريق هذا الايه، تطلع من خلال الفتحات اللي هي الفيلا والفاكتوري بتاع الفيلا. كلاسيفيكيشن بتاع الكومبليكيشنز اوف سينوسايتس، في اوربيتال كومبليكيشنز دي بتحصل في 60 ل 75% الانسنس بتاعها من التوتال كومبليكيشنز، انترا كرينيال 15 ل 20، ممكن بوني كومبليكيشن زي الاوستيايتس والاوستيومايلايتس، وفي كرونيك كومبليكيشن زي الميكوسيل والبايوسيل. الاوربيتال اكتر حاجه طبعا من 60 ل 75%. اول حاجه البوني كومبليكيشنز زي الاوستيومايلايتس، الاوستيومايلايتس ممكن تبقى اوستيومايلايتس اوف ذا فرونتال بون، الفرونتال بون دي في العاده بنشوفها في الادلتس والادوليسنت اللي هم بينط في البسين برجليه تحت الاول، فالميه بتخش لفوق وتاخد الانفكتد ووتر وتاخد الاورجانيزم وتدخلها جوه الفرانتال ساينس، وممكن تبقى كومبليكيتنج ريترو جريت ثرومبوفليبايتس. واحيانا في كل الحالات ببقى عندي زي ما انتم شايفين في العيان فيفرش توكسيك دراوزي، في لوكال بين، في سب بري اوستيال ابسس، يعني ابسس تحت البري اوستيام اللي موجود هنا بيسموه بوتس بافي تيومر، بيبقى سويلنج كده سب بريوستيال بيسموه بوتس بافي تيومر في الوش. البوتس بافي تيومر بيبقى سويلنج زي ما انتم شايفين في باس جوه الساينس، عمل فيستولا في البون وطلع اتجمع سب بريوستيال. في اديما في الابر اي زي ما باين كده، في فيستولا، الاكس راي بيبين لي في ديفكت في البون والباس موجود سب بريوستيال. يعني علاجها ماسيف انتيبيوتكس وكومباينيشن جرام بوزيتيف وجرام نيجاتيف وانيروب بتدي كله، لان خايف من الانتركين سبريد. لو الباس فورمد، وانس باس فورم ات ماست بي درين سيرجيك، لازم افتح واعمل درينج. في كرونيك ساينس، في كرونيك انفلاميشن في البون او الكارتريج بيبقى في بوني سيكويسترا، يعني عظم نيكروز دي جوه، لازم افتح واشيله والا هيتني كرونيك انفلاميشن، فكده لازم افتح واشيله وكده بعالج الكرونيك اوستيومايلايتس اوف ذا ماكسيل اوف ذا فرونتال بون. الحاجه الثانيه من الاوستيومايلايتس الماكسيلا، اوستيومايلايتس اوف ذا ماكسيلا في العاده بنشوفها في الاطفال الصغيرين، واحيانا لو هم ميونو كومبرومايزد، يعني طفل عنده ايدز مثلا او مال نيوتريشن، بلاقي في سويلنج في التشيك والاوربيتال كونتنت، في ابيفرا وفي نيزل ستشارج، والطفل بيصرخ وبيعيط. لو الطفل اف ذا بيشنت سرفايف بيبقى فيه نيكروزس، والنيكروز ده بيعمل ديفورميتي في الوش مش كويسه خالص، وعلاجها ماسيف دوز اوف انتيبايوتكس والديبريدمنت سيرجيكال ديبريدمنت. نيجي بقى الاوربيتال كومبليكيشنز اوف سينوسايتس. اول حاجه البريسيبتال سيلولايتس، ان الانفكشن يعدي من الساينس ويجي بريسيبتال قدام الاوربيتال سيبتم اللي هو الترسس وموجود في الابر ايليد، بس ده اسمه بريسيبتال سيلولايتس.
ممكن السيلولايتس تخش جوه الاوربت، فبيسموها اوربيتال سيلولايتس. ممكن يعمل كوليكشن، عدى البون ووقف سبري اوستيال ابسس، يعني عدى البون رفع البريوستيوم ولكن ما عداش، ما دخلش جوه الاوربيتال كون او الاوربيتال كونتنت، فبيسموه سبري اوستيال ابسس. او الانفكشن يخش جوه الاوربيتال كونتنت ويعمل ابسس جوه الاوربت، اوربيتال ابسس. اخر حاجه ان الاوربيتال ابسس ده درين في الكافينا سانس، يعمل كافينا سانس ثرومبوز. يبقى دي الاوربيتال كومبليكيشن اوف سانس. عندي سابري اوستيال ابسس يعني كوليكشن اوف باس، الباس عدى من البون الى لامنا بابريسيا وقف تحت البريوستيوم، بنسميه سابري اوستيال ابسس. ماشي. في دايركت سبريد، يعمل اسمويد هنا يعمل فرونتال. الباس بيرفع البريوستيوم من البون ماشي. البريوستيوم طبعا ده سترونج بارير اجينست انفكشن، لو بنتريتد بالاورجانيزمز للجلوب وللنيرفس وللمسلز الموجوده في الاوربت. الحاجه اللي بعد كده غير السبريوستال ابسس، في اوربيتال سيلولايتس، في انفكشن ديفيوز في الاوربت بقى اوربيتال سيلولايتس، ولو عمل كولكشن يبقى اوربيتال ابسس. طبعا في بين في الاي وورسند باي اي موفمنت، بيبدا فيه فيفر، ايديما وريدنس، كيموزس. الاي بتبقى فيه بروبتوزس، الجلوب بيبقى ديسبليسد فورورد، وممكن لاترالي اكوردنج بقى، لو هو من الفرونتال هيبقى داونورد، لو هو من الاسمويد بيبقى لاترال بروبتوز. الاي موفمنت افكتد، فيبدا يحصل ديبلوبيا، العيان بيشوف الحاجه اتنين، خصوصا لما يجي يبص في اللاترال، لاترال سايد. هاو تو مانج اوربيتال سيلولايتس اند اوربيتال ابس. في السيلولايتس ده معناه لسه ما حصلش كولكشن ديفينيت ابسس، فالماسيف انتي بايوتيك جرام نيجاتيف وجرام بوزيتيف وانيروب كافي مع الفولو اب. فيلير سجست طبعا ذا بريزنس اوف باس، يبقى اسابري اوستر ابسس السيرجيكال دريند ايميديتلي يوزنج اندوسكوبيك اندوز ابروش. هخش اندوسكوبيك اندونيزال ونعمل درينج للسابري اوستر ابسس، نفتح الاوربيتال بريوستيوم ونخش جوه الاوربت. من ضمن الكومبليكيشنز الانتراكرينيال كومبليكيشنز اللي هي جوه الكرينيال كافيتي، بتبدا من بره، انت عندك بعد البون في الديوره وبعد كده الاراكنويد وبعد كده البيه لازقه في البرين، ففي اكسترا ديورال ابسس، الباص عدى ووقف بره الديوره. طيب عدى ديوره فبقى السب ديورال ابسس بين الديوره والاراكنويد، بعد كده انفكشن في السب اراكنويد سبيس بيسمى مننجايتس، بعد كده جه على البرين نفسه سيلبرايتس اند برين ابسس، ممكن ثرومبوزس اوف ذا كافيرنس ساينس. او الانتراكرينال كومبليكيشن دي اللي احنا قلنا عليها. امتى اشك ان العيان جاله انتراكرينال كومبليكيشن؟ بقى ده يبقى فيه دراوزنس، الكونسنتريشن بقى افكتد، والاتنشن، في مورنينج فوميتنج، في هيديك، بيرسيستنت هيديك، بيرسوناليتي تشينجز، لان الفرونتال ورا الفرونتال لوب المسؤول عن البيهيفير، فيبدا يحصل بيرسوناليتي تشينجز، تصرف بطريقه غريبه. لو جريد فيفر، يبقى لو جريد فيفر مع الهيديك مع البيرسوناليتي تشينجز، كل دي بتشكل. لو حصل بقى منينجال اريتيشن، لو في نيك ستيفنس بوزيتيف كيرنج ساين، اللي هو العيان اما اعمل فليكشن اوف ذا هيب نمد لاكستنشن اوف ذا ني. ساينز اوف انتراكرينيال بريشر، اللي هو هيديك وفومتنج وبابلوديما، بدا يجي له فيتس، بيجي له كونفالجنز، كل دي علامات ان في حاجه انتراكرينيال. في الكافينر سينس ثرومبوزس زي ما انتم شايفين بقى، بيبقى في باراليسيس في الاي موفمنتس اللي هو توتال اوف سالموبليجيا، وبيبقى بايلاترال كافيرنس ساينس ثرومبوزس. كافيرنس ساينس يعني انت عندك الساينس كلها درين في كافيرنس وهو ساينس واحد، فبيضرب في تو اوربتس، فتلاقي فيه ناحيتين بقى بايلاترال، باراليسيس في الاوكرا الماسل، وتوزس، توزس وكيموزس واوفسال موبليجيا وبروبتوزس وسيفير ريدنس زي ما انت شايف، ولوس اوف فيجن. دي علامات الكافيرنس ساينس ثرومبوزس، وحاجه البروجنوز بتاعها فيري باد وممكن يبقى فيتال. من ضمن الكومبليكيشنز الكرونيك الميكوسيل، لو في ساينس قفلت الفتحه بتاعته وبدا يتجمع في ميوكس، والميوكس مع مرور السنين يبدا ياخد شكل مدور يعمل ميوكوسيل. لونج هيستوري اوف بينليس سويلنج، ولو ومفيش اي سيمتومز ثانيه، مفيش اكيوت سيمتومز، ومشكلته بس ان هو بيبدا يضغط على الحاجات اللي هيبرشر سيمتومز، ممكن يعمل بروكتوزس. دي كانت الكومبليكيشن بتاع السينوسايتس، وقابلكم ان شاء الله في محاضره جديده. معاكم دكتور مجدي عيسى، استاذ الانف والاذن والحنجره بكليه طب طنط، وشكرا.